في العادة بقول يا مساء الفل والهنا، النهاردة هقول يا مساء النصر والعزة والكرامة. سألوني أنت كمواطنة مصرية عادية يعني كده، كنت فين يوم 6 أكتوبر سنة 73؟ قلت السؤال ده في كمين؟ حد عايزني أقر وأعترف أن أنا كنت موجودة من 50 سنة في الظرف ده؟ وأنا كنت موجودة وبقر وبعترف. أنا كنت في مربع مهم جداً في اليوم ده. لكن اسمحوا لي بمقدمة صغيرة، أنا بنت ضابط طيار حربي، كنت بقول عليه أبويا قمر الزمان، وهو فعلاً كان قمر الزمان، لأنه كان الحقيقة بيمثل لي كل معاني الفروسية والنبل والشجاعة والإقدام والأمانة والصدق والبسالة. هو كان ملخص للمؤسسة العسكرية اللي كان بيشرف بالانتماء ليها. أبويا قمر الزمان اتوفى سنة 65، كان هو شاب صغير وأنا كنت صغيرة قوي، ومن ساعتها وأنا في حلم بيجي في دماغي كل يوم، وحيفضل يجي في دماغي وأحلم بيه يقظة ونوم لحد آخر العمر، وهو إني أكون موجودة في مكان ولاقي أبويا قمر الزمان داخل عليا، فتنطط وأفرح وراسي تخبط في السقف وأقول بابا جه بابا جه، لأن بابا جه دي كمان كان ليها معنى مزدوج، كان طيار يعني راجع منصور وسالم. والحقيقة أن الحلم ده أنا عارفة أنه عمره ما هيتحقق في الواقع، لكن كان بيونسني أنه كان جنبي في مخدتي على سريري بسمع صوت نفسه بصوت واضح جداً، وأقعد ساعات طويلة بسمع صوت نفسه جنب المخدة. وقالوا عليا في البيت اتجننت، بس أنا والله ما كنت اتجننت، أنا فعلاً كنت بسمعه. والغريب أنه من 67 ل 73 النفس ده ما كانش مبسوط، كان حزين متقطع متهدج أحياناً، بيئن وبيوجعني. نرجع ل 6 أكتوبر 73، أنا كنت في مربع مهم جداً في إذاعة الشرق الأوسط، بالنسبة لي يعني طبعاً مربع مهم. وفي اليوم ده إحنا كنا طبعاً 10 رمضان، كان مقالنا 9 أيام بنزيع برامجنا عادي جداً، وحتى أفتكر إن إحنا كنا بنزيع مسلسل أرجوك لا تفهمني بسرعة، كان بطولة عبد الحليم حافظ ونجلاء فتحي وعادل إمام، طبعاً كان ناجح جداً. لكن يوم 10 أكتوبر، يوم 6 أكتوبر 10 رمضان الساعة 2 الظهر تحديداً، في نشرة الساعة 2 اتقال بيان عسكري قلب الدنيا، رج المبنى ورج مصر كلها، زلزال سعيد، زلزال من الزغاريد والفرحة والتنطيط، وال زي ما بنقوله الواحد يتنهد الصعداء كده، نفسه تترد ليه. ايه اللي حصل؟ بسرعه ناس بتتحرك رايح جاي رايح جاي، وبيانات بتتحضر وبرامج بتتغير، وانا كنت اهم واحده في الاذاعه في اليوم ده، مش لاني مذيعه مهمه ولا مخضرمه ولا هقرا بيان عسكري ولا هغير نشره ولا هغير برنامج يومي، انا كنت اهم واحده لاني كنت مرمطون الاذاعه، بيعملوا فيا اللي هم عايزينه، اطلعي انزلي، انزلي الدور الارضي هاتي مكنه التسجيل، اطلعي الدور الثاني استوديو الهواء وبلغي خريطه بتتغير، اطلعي ال 46 استوديو الموسيقى والغناء، اطلع 46 الاقي الدنيا مقلوبه، كل الاستراحات اللي حوالين الاستوديو مليانه نجوم، عبد الحليم حافظ، علي اسماعيل، نبيله قنديل، شاديه، ورده، بليغ حمدي، صلاح جاهين، الابنودي، محمد حمزه، ايه كل الناس دول؟ كل الناس دول جم، واشك انهم جم على استدعاء، جم جري، جم يعكسوا الفرحه بتاعه الذراع الناعمه بقى لما تعوز تعكس فرحه الشعب والنصر اللي حصل لنا للناس كلها. كل الاوض فيها حد بيشتغل، اللي بيكتب، اللي بيدندل على الاله، اللي بيبرن صوته. زخم رهيب عظيم، وانا رايحه جايه رايحه جايه، انزلي اطلعي، انزل بسرعه درجن درجن على السلالم، اطلع جري من غير اسانسير ولا استنى طوابير، واعمل كل حاجه لحد لحظه الفطار، احط قهوه احط ميه اعمل اي حاجه.
الناس دي وأنا ببص عليها كده، الفن اللي طلع منهم في كام ساعة دول وفضل عايش لحد النهاردة ما جاش وليد اللحظة. الناس دي كانت مستنية طول الست سنين حلم، وكانوا عايشين على أمل، وكانت الأعمال الفنية دي بتتكون جوه نفسهم، عشان كده خرجوها بالسرعة دي وبالإنجاز ده وبالعظمة دي. الناس دي عمرها ما يئست، عمرها ما سلمت. ما هو أصل الجيش والشعب زي العاشق والمعشوق، كلنا جوه بعض، ولاد بعض وأحفاد بعض وأعمام بعض، فمستحالة إن هم كانوا يصدقوا إن في يأس ممكن يحصل، وكان طول الوقت في أمل، وعشان كده الأعمال دي كلها طلعت بالنجاح ده. كان لازم أوثق اللحظة دي زي ما كل الأساتذة اللي قالوا، كان نفسي ملكة التوثيق تبقى عندي عشان أوثق للجانب الناعم، ذراع النعمة بتاعت مصر، إزاي طلعت الأعمال دي وبأنهي روح وبأنهي نفس وبأنهي إحساس بالوطنية. وفي اللحظة دي أنا برضو بصيت لهم كده وقلت أنا عايز أعمل حاجة لنفسي، فكلمت أمي وقلت لها يا ماما بابا جه، بابا رجع، بابا روحه دلوقتي مرتاحة ونفسه مش هيتهدك تاني أبداً، لأنه شاف بلده فأزهى صورها. نفس الإحساس جالي يوم نفس الإحساس جالي يوم 3/7/2014 وإحنا داخلين الميدان، أنا كنت على كوبري أبو العلا داخلة على الميدان، وفجأة السماء اتملت بالطيران الحربي اللي بيرمي علينا بونبوني وشوكولاتة وورد وبالونات، وأنا واقفة بتنطط كأني لسه عندي 14 سنة وبقول بابا جه، بابا جه أخيراً. أتمنى أيامنا كلها تبقى بالجمال ده، لأن النصر اللي احنا بنعيشه النهاردة عمره ما هيقدم، هيفضل لحد اللحظة، وكل العمر اللي جاي بيسبب لي حالة بابا جه. أشكرك. أكتوبر 73، 50 عاماً على النصر المجيد.